نالها إلا بالشهادة. فالله عز وجل ابتلى الحسين بماذا؟ بهذا البلاء، علوا والسمو في درجات الكمال والعرفان. ويأتي الجواب، شنو الجواب؟ إلهي تركت الخلق ضرا في خواك، وأيتمت العيال لك يراك، ولو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ثلاث ساعات أبو السجاد ظل مطروح بالحامة على القومة يهم روحه، ولا يقدر على القومة، لكن من سمع التل زينب نادته يا حسين قام وقع الغبرة، وكيدا وقع الاثنين، جرح قسته وجرح صدره من السهم النفل صابل، وذني اثنين الج الفهد السهم بشعب مختلفات، لو ما ينذبح جامات من ذن الاثنين الجان من انزفة دموم. زينب نادت حسين بس لا تقوم النوب، ما تقنر على اللحظة وقلبك بالسهم مسيوب، شهادة عليك مكتوبة وعلينا اليسر مكتوب، نمشي وجسمك نعوفة لا راسة ولا شفوفة، نمشي يسر للكوفة، ردتنا جنش ردت اعلقش كثر مهضوم. شلون ردت يا مالي قولوا لحدينا يمر بالغاضرية، نسلم على الوالي وننصب له عزي، قولوا لحدينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين، والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، ويا ليت من فوق القبر تحضر للمني، عراج على قبر الشهيد وصار لنيا، والعابد السجاد من فوق الجمل طاع، وزينب تنادي يا عز انقضى وراه، وخرت على قبره ويتامى خاسوي، نوب تقوم ونوب توقع والدمع سا، وتصيح شوفوا باب قبر حسين لي، شتريدين زينب؟ قالت منظر تجفن لو بقى من غير تجفي، واسكن معاه وما ريد هالدنيا الزنية، جينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمان، قوم هاي المحامل قوم، ردنا مهم ناسبة مهم ناسبة الغربة، تردنا جيتك وجبت الراس ويا، وشان لي بالسبي حسين سلواي، روحي في داخل قامت من قبر إلى خاب، إلى أن هدى خواخ التعى سوت بأبي وأمي، جلست على المنتصف بين قبر الحسين وبين قبر العباس، تارة تنظر إلى قبر الحسين وتارة تنظر إلى قبر العباس، وبها تصفق يدا على أخرى، شو تقول بأبي وأمي؟ تقول أنا بقيت
صرتي محيرة واصفج بليل أنا لا عباس برالي ولا يضربوا يا علي من أبجي وتعمي العين وتبقى حسرتي بصدري تكسر يل تسأل عن أحوالي أنا ظنوت على الكرة يل تسأل عن أحوالي أنا ظنوت على الكرار ورثت مصايب الزهرة صابتني أنا وحسين أنا أم الخدر زينب ونيران الحسن بحشار أنا اللي شفت نارا لكن نار أشد من نار